السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا ده يا جماعة التطليعة التانية بتاعتنا من السمان. طبعا هم أكلين ونايمين هم زي ما انتوا شايفين، وأول مرة بقى طبعا يطلع علينا النهاردة. طبعا سمان كل المرضات علي لنا ياباني، لأن بصراحة الذكر أبوهم كان ياباني، فكله طلع شبه أبوه، ما فيش حد طلع خالص شبه أمه اللي هو النوع الملكي. وطبعا معانا السمان الأبيض بتاعنا، وبرضو بأكلهم علف 21%. بنكمل التجربة، أو بمعنى أصح والله هو أنا عندي شكارة جديدة جايبها علف، فأنا بصراحة مستخسر إن أنا أجيب شكارة، لأن طبعا علف غالي جدا اليومين دول يا جدعان، وأنتوا عارفين الأحوال معانا عاملة إزاي. فسبحان الله العظيم بقى، اللهم ربنا يفتح علينا كده ونجيب إن شاء الله شكارة جديدة بإذن الله من النوع اللي هو 23%. دول طبعا بقيتهم نايمين هم دي، والمية طبعا جسمهم كله مشوص، لان زي ما انتوا شايفين بدأ ريشهم يعني يخرج الريش بتاعهم. طبعا ده بقى يا جماعة برضو عشان اقول لكم عمرهم قد ايه، دول يا جماعة طالعين 5/11، يعني بإذن الله النهاردة بالظبط يبقى لهم مثلا في حركة 10 أيام ولا حاجة أو 7 أيام. والله المستعان، تابعونا بقى إن شاء الله عشان نشوف أخبارهم هيبقى معانا إيه ونعمل معاهم إيه المرة الجاية. طبعا نزلنا أملاح معدنية وشوية علاجات مهمة جدا، مضادات حيوية ومضاد للسموم. والله المستعان.